القربانة. القربانة هي عبارة عن خبزة مستديرة، والدائرة لا بداية لها ولا نهاية، إشارة للمسيح الذي لا بداية أيام له ولا نهاية أيام أي سرمدي، وهي مستديرة كقرص الشمس، والمسيح هو شمس البر. وكلمة قربانة تعني بروسوفورا، وكان المؤمنون يستخدمونها منذ الكنيسة الأولى. كان يأتون بتقديماتهم من الخبز والخمر ويضعونها في غرفة خاصة تسمى البروسو كوميدا، وكان الكهنة ينتقون منها ما يلزم لتتميم سر الشكر. مكوناتها: تصنع خبزات التقدمة من طحين القمح النقي وهي مختمرة، تكون مصنوعة من طحين القمح والماء، يضاف إليها الخميرة والملح ولا شيء غير ذلك، وتقال صلوات عند عجن القربانة وخبزها. ولا نستعمل في القداس الخبز الفطير، أي الذي دون خميرة، لأن يسوع في العشاء الأخير أخذ خبزا وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. واستمر المسيحيون عبر العصور كلها يصنعون حسب الإنجيل. لماذا نضع الخميرة في القربان؟ تستعمل الكنيسة الرومية الأرثوذكسية الخميرة لإتمام سر الخبز المختمر، لأنه هو المادة التي استعملها الرب يسوع في العشاء الأخير. فالقربان الذي نقدمه لا يمثل حياة المسيح الطاهرة التي هي فطير، وإنما يمثل المسيح الحمل الذي حمل خطايا العالم كله، الذي قيل عنه: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. أشعياء 53:6. فالخمير الذي في القربان هو إثم جميعنا الذي حمله السيد المسيح. هو كان بلا خطيئة، لكنه كان حامل خطايا العالم كله. كما أن الخمير يرمز إلى الشر والفطير يرمز إلى الخير، والمسيح كان بلا خطيئة، قدوسا بلا عيب. التقليد في الكنيسة الأرومية الأرثوذكسية تتبع هذا التقليد، والذي يستند إلى كلمة الإنجيل المستعملة للدلالة على الخبز، ألا وهي آرتوس، ومعناها الخبز الخمير، بينما لم تستعمل عبارة أزياموس التي تدل على خبز الفطير. بعد العجن يتم إعداد القربانة لخبزها، بحيث يتم عمل قرصان دائريان من العجينة يضعان فوق بعضهما ليشكلا معا خبزة واحدة، إشارة إلى أن المسيح له طبيعتان: طبيعة إلهية تامة وطبيعة بشرية تامة. بعد ذلك تكون القربانة جاهزة للختم، حيث أن هناك مدلولات للرموز الموضحة بالختم. الرموز: هناك شكل مربع في وسط القربانة به صليب، وهو الجزء الذي كتب عليه بالأحرف اليونانية يسوع المسيح الغالب. يسمى هذا الجزء الحمل، وهو يسوع المسيح الذي يذبح من أجل خلاصنا. هذا يدل على أن المسيح الحمل المذبوح من أجل خطايا العالم بملء إرادته، قد غلب بموته قوة الشيطان والخطيئة، وأشركنا معه في غلبته التي تتجلى بصورة كاملة في مجيئه الثاني المجيد. إلى الأعلى والأسفل من الحمل الموجود في وسط القربانة يوجد حملان إضافيان، يتم أخذ قطع صغيرة منها لتذكر أسماء معينة من الأحياء والأموات. إلى اليسار من الحمل الأوسط يوجد مثلث كبير، وهو الجزء الخاص بتكريم كلية القداسة والدة الإله مريم، موضح بحرفان يونانيان M O، ويعني والدة الإله. إلى اليمين من الحمل الأوسط
يوجد 9 مثلثات ترمز إلى الرتب الملائكية، الأنبياء، الرسل، الآباء القديسين، الأساقفة، الشهداء، الزاهدون، يواكيم وحنة، جميع القديسين بما في ذلك قديس القداس في ذلك اليوم. خدمة التقدمة: في كل أحد أو عيد وكلما أقيم القداس الإلهي يسبق القداس ما يسمى التقدمة، وهي المرحلة قبل القداس، حيث يعد الكاهن القرابين، يرفع الكاهن الجزء الذي على شكل مربع في وسط القربانة ويضع على الصينية، وهو الجزء الذي كتب عليه بالأحرف اليونانية يسوع المسيح الغالب، يسمى هذا الجزء الحمل. يرفع الكاهن الجزء المثلث الذي يذكر به والدة الإله ويضعه إلى اليسار من الحمل في الصينية، ثم يرفع الكاهن 9 أجزاء المثلثات من القربانة ويرتبها إلى يمين الحمل ويذكر بها الرتب الملائكية، الأنبياء، الرسل، الآباء القديسين، الأساقفة، الشهداء، الزاهدون، يواكيم وحنة، جميع القديسين بما في ذلك قديس القداس اليوم. أخيرا يقتطع أجزاء بأسماء الذي نصلي من أجلهم من الأحياء والأموات قائلا: اذكر يا رب عبدك أو أمتك، ويضع الأجزاء الصغيرة في صفين في أسفل الصينية، صف للأحياء وصف للأموات. الحمل فقط يصير جسد المسيح، أي المربع الذي عليه طابع القربان، ومنه يتناول كل الموجودين في القداس. أما الأجزاء الأخرى فيضعها الكاهن في الكأس بعد المناولة قائلا: اغسل يا رب بدمك الكريم خطايا عبيدك المذكورين هاهنا بشفاعة والدة الإله وجميع القديسين. يختار الكاهن أفضل قربانا من حيث السلامة والاستدارة، وضوح الصلبان والثقوب، عدم وجود أي شيء عالق بها من الخبيز، عدم وجود تشققات بها، واختيار أفضل قربانا إشارة إلى أن السيد المسيح فصحنا كان حملا بلا عيب. آمين. الأرثوذكسية منارتك في الظلام.